بسم الله الرحمن الرحيم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ يا رب ان شاء الله تكونون بخير. اليوم محاضرتنا عن طريقة البلاي فير سايفر. البلاي فير هي طريقة متطورة عن الطريقة السابقة. هذه الطريقة تتعامل مع multiple letter encryption، تستخدم خوارزمية، او العفو تستخدم مصفوفة مكونة من 5 في 5. مثل ما تعرفون انه احنا عندنا 26 حرف، فحتى نقدر نغطيها في مصفوفة ما تقدر تغطيها في مصفوفة 5 في 5. يبقى عندنا حرف يعني نقص ما نقدر نخليه بالمصفوفة، فلذلك يتم حسب المصفوفة هذه. راح نشرح عن الطريقة ونشرح على المصفوفة بشكل مباشر على المثال. فهنا عندنا مصفوفة المفروض تتكون 5 في 5، ودائما دائما عندنا الاي يكون مع الجي، دائما الاي مع الجي او الجي مع الاي، يا اللي راح يجي بالبداية فراح يكون ويا الحرف الثاني، هذول سوية. فهذه المصفوفة مين تتكون؟ تتكون من المفتاح اللي يتم اعطائه من خلال المثال. يعني مثلا هنا عندنا encrypt the following message using play fair cipher، the key is problems. هذا الكي كان عندنا بالطرق السابقة المفتاح هو عبارة عن رقم، هسه هنا المفتاح عبارة عن كلمة أو جملة. فهنا هذه الجملة المفروض أنه تتكون في مصفوفة. شلون راح تتكون في مصفوفة؟ نزل حرف حرف بالبداية، من البداية يعني P تنزل بالبداية R O، ولكن بدون تكرار. يعني شنو؟ يعني إذا كان هنا عندي دبل أو دبل إل دبل إي، ينزل واحد فقط حسب تسلسله بالكلمة أو بالجملة. فهنا عندنا P R O B L E M S، إذ قلنا إذا أكو تكرار راح يحدث، ينزل فقط حرف واحد. يعني حتى إذا كان مثلا عندي الأو بالأخير وهنا أو، ما دام إجا بالبداية هنا بعد خلاص ما أكرره. زين، من أكمل باقي الخوارزمية راح أبدي كأنما راح أبدي أبجدية جديدة. أقول ورا ما تكمل الكلمة آخر شيء كملت بالأس، فراح أجي هنا راح أقول أي بي سي، لكن أي حرف موجود هنا ما راح أذكره. هنا هسه الأي ما مذكور بهاي الكلمة، فراح أذكر الأي. البي مذكور ما راح أذكره. سي ودي، الإي موجود، إف جي إتش، وقلنا الأي والجي دائما سوية، والكي ال موجود، ام موجود، ان الاو موجود، البي موجود ايضا، وكيو ار، وايضا الار موجود، والاس موجود، وتي ويو في دبليو اكس واي زد. كملت عندي المصفوفة اللي تكونت من المفتاح. هسه المسج شو اسوي له؟ راح نجي نتبع الخطوات التالية. هذه الخطوات جدا مهمة حتى اقدر اصنف المسج واقدر احوله الى سايفر تكست. بداية انه انا ايش راح اسوي؟ راح اجي اوزع البلاين تكست ماتي على شكل ثنائيات، حروف ثنائية كل اثنين سوا، تمام؟ كل اثنين، كل حرفين من بداية من بداية الجملة من اليسار، كل حرفين سوى بغض النظر عن السبيس، أدمجهم كلهم وأخليهم اثنينات، أقسمهم على شكل اثنينات. إذا صادف عندي ثنائي متشابه بنفس الحرف أفصل بيناتهم بحرف يسموه الفيلر لتر أو الدمي لتر. هذا يعني مهمل، لكن هو يوضع حتى في سبيل إنه يفصل بين الحرفين المشابهات. مثال هنا اللي موجود بي ايضا حرف متشابه. اذا تشوفون هنا عندي هاي الجملة she went to the store، فهنا راح اجي اوزعها على شكل اثنينات. من اجي اوزعها على شكل اثنينات فراح تكون الاس ويا الاتش والاي ويا الدبليو والاي ويا الان والتي ويا الاكس. هذا التي ويا الاكس ما عندي اكس، ليش؟ لان يعني هنا صارت عندي الاس ويا الاتش والاي ويا الدبليو والاي ويا الان، وقلنا انه ماكو سبيسات، فراح يصير عندي تي ويا تي
هنا أنا صار عندي تشابه، الحرفين متشابهات، أفصل بيناتهم بلتر اللي هو الفيلر لتر أو الدومي لتر. فهنا راح يكون عندي تي اكس تي او، أكمل ورا أخذ الحرفين اللي ورا، و تي اتش و اي اس و تي او والار اي. في حالة انه اذا كان عندي حرف مفرد بالاخير راح اضيف له اكس حتى يكمل البير. زين هسه قلنا اول شيء ايش نسوي؟ المفتاح نحوله الى مصفوفة 5 في 5، وبعدين ابدي افصل البلين تكس على ثنائيات بدون تكرار لنفس الثنائي لنفس الحرف. نجي هسه عندي 3 حالات حتى اقدر احول من عندها بالمصفوفة. اللي الحالة الاولى اللي هو يكون راح يصدف انه حرفين على نفس الرو، والحالة الثانية راح اذا كان يصدف الحرفين على نفس الكولوم، والحالة الثالثة اللي هي الاذروايز انه لازم يكون على رو مختلف كولوم مختلف، شلون راح يتعامل وياهم. هسه هاي 3 حالات نجي على كل حالة من عندهم. قلنا نطبقها مباشر حتى تصير مفهومة أو بشكل أفضل. مثلا على نفس الرو، على نفس الرو، أوكي عندي هذه الإي والإس على نفس الرو، هذا الزوج مرتب على نفس الرو الإي والإس. إذا كانوا على نفس الرو فأنا إيش راح أخذ؟ راح أخذ اللي بصفه بجهة اليمين، كل حرف اللي بصفه بجهة اليمين. يعني هسه مثلا الاي ويا الاس، من هو اللي جاي بالبدايه؟ الاي. الاي من هو جهه اليمين مالته؟ الام. فاذا هنا راح اخلي ام مباشره قدام الاي، ام. زين الاس ويا الاي ليش؟ لانه الاس هنا انذكر فبصفه مباشره على جهه اليمين اللي هو الاي، فهذا صارت عندي الاي ويا الاي، ويا الاس صارت عندي ام ويا الاي. زين اذا اريد اسوي فك تشفير راح تكون العكس تماما، انه انا اذا اريد الام ويا الاي، ام ويا الاي، يعني هنا انا راح يكون هذا الام وهذا الاي على نفس الرو، لكن فك تشفير راح يكون اخذ اليسار، الام راح اخذ الاي، والاس والعفو الاي راح تاخذ الاس، فترجع للنص الاعتيادي. زين هاي قلنا الحالة الاولى اذا كان على نفس الرو. زين اذا كانوا على نفس الكولوم ناخذ هذا المثال اللي هو T ويا ال H، T ويا ال H اثنيناتهم صايرين على نفس الكولوم، شلون راح اقدر اسوي عملية تشفير؟ ما دام على نفس الكولوم راح اخذ الاسفل، كل حرف اخذ الاسفل من عنده. فهنا T منو الاسفل مالته اللي هو ال Y، وال H منو اللي اسفل من عنده اللي هو ال T. فهنا صار عندي T ويا ال H صارت عندي Y ويا T. في حالة فك التشفير هنا راح يكون الواي بالعكس، راح اخذ الاعلى من عنده اللي هو تي، والتي راح اخذ الاتش. زين احد يسال يقول زين اذا اني مثلا رايد البي ويا الواي واريد اشفر ايش راح اخذ؟ البي راح ياخذ الاي، والواي ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ سيركولر قيمه البي. نفس الشيء بالنسبه للرو، اذا كان عندي الاي مثلا ويا السي، الاي قلنا اذا في حالة التشفير ايش راح ياخذ؟ لو بصفة على جهة اليمين راح ياخذ ام، والسي راح ياخذ جهة اليمين اللي هي ماكو، راح تكون سيركولر ويا الاي. في حالة فك التشفير راح ياخذ الاي جهة اليسار اللي هي السي، والسي راح تاخذ قيمة العفو نعم السي راح تاخذ قيمة الاي. زين اذا كان لا على نفس الكولوم ولا على نفس الرو ايش راح يصير او ايش راح اخذ؟ الاس ويا الاتش على سبيل المثال، الاس ويا الاتش هنا انا دا اشوفهم انه كل واحد في مكان، راح يكون اكمال لمربع او مستطيل، اكمال لمربع او مستطيل. فهنا أنا عندي من هو البدايه؟ الاس. الاس راح اخذ الزاويه المقابله، والاتش راح اخذ الزاويه المقابله. اوكي زين مثال ثاني، يعني خلينا نفترض انه انا عندي البي ويا الزت، البي ويا الزت، ما قلت زت ويا البي لان يعني راح تختلف الوضعيه، البي ويا الزت راح يكون بهالشكل هذا، انه انا اكمل مربع
ال P ويا ال Z. إذا قلت P ويا ال Z فرح ال P تأخذ المقابلة اللي هي ال L، وال Z راح تأخذ المقابلة اللي هي ال V. إذا قلت العكس ال Z ويا ال P، ال Z راح تأخذ ال V وال P راح تأخذ ال L، فراح يكون V L. إذا كان P Z راح تكون L P L V بالعكس. فجدا ضروري إنه واحد ينتبه على هاي الأمور حتى عملية التشفير ما يكون أكو بها خطأ. ناخذ مثال ثاني اللي هي الاي ويا الدبليو، هذا الاي وهذا الدبليو. اذا تشوفون قبل شوي كان مربع هسه صار مستطيل. الاي ويا الدبليو ما دام قلت الاي فاخذ المقابله هو الام، والدبليو راح تكون الفي. الاي ويا الان، الاي هذه ويا الان، الاي راح تاخذ قيمه ام والان تاخذ قيمه كي. ال T ويا ال X هذا T و X، ال T راح تاخذ ال Q وال X راح تاخذ ال Y، وإلى آخره بقية الجمل. إذا كان الزاوية يعني إذا كان المقابل هو على جهة اليمين أو اليسار ما يفرق، المهم على نفس الرو آخذ نفس الرو. يعني T أخذت ال Q، هنا ال T وين ال T ويا ال X، أخذت ال Q T ويا ال Q لأنه على نفس الرو، والاكس تاخذ قيمه الواي. زين، هذا في حاله التشفير وفك التشفير لطريقه البلاي فير. نجي هنا على اهم الخصائص الخاصه بهذه الطريقه، اللي هي انه بالطرق السابقه او الطريقه السابقه كانت تستخدم 26 حرف، ف 26 احتمال نقدر نطلع من عندها الكي. هنا راح يكون عندي 26 في 26، فراح تكون زيادة للتعقيد أكثر، لذلك استخدمت لعدة سنوات، لكن من مساوئها أنه هي قابلة للكسر. عن المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل بقية المواضيع، وراح نسوي لكم فد هومورك بسيط، أتمنى من عندكم تحلوه، وجاهز لأي استفسار موجود وياكم طول فترة المحاضرة. شكرا جزيلا.